مسارع وتيرة العمل أصبحت ملحوظة لدى الكل، لدى الناظر ولدى المتابع علميا، والدليل على هذا اليوم زيارة ميدانية لمدير عام دائرة القطاعات مع الكادر المتخصص في وزارة التخطيط من أجل مطابقة والاطلاع على المشاريع. فالنسب الحقيقية متقدمة عن التخطيطية، خصوصا بعد ما بدأت اليوم أو انطلقت اليوم عملية دق الركائز للأرصفة الخمسة، وهذه نقطة تحول. نسبة الإنجاز 28.5 في الأرصفة الخمسة. نحن متواجدين الآن في مشروع ساحة الحاويات اللي نسب الإنجاز به بحدود 18.5 والتخطيطية بحدود 14. أما بالنسبة للمشاريع الأخرى، مشروع الطريق فلله الحمد تم ربط ميناء الفاو بالنفق بتنفيذ الطبقة الأولى بعرض 45 متر وارتفاع بحدود 1 متر وبطول 51. أصبح الطريق سالك من ميناء الفاو إلى النفق. قمنا اليوم بزيارة موقعية إلى ميناء الفاو للوقوف على نسب الإنجاز والأعمال التي تجري بالموقع. من خلال ملاحظتنا للعمل، العمل يجري بوتيرة جيدة ونسب الإنجاز الفعلي تجاوزت المخطط 3-4%، وهذا يقودنا إلى أطلاق ذرعات العمل المنجزة للمشروع والسعي إن شاء الله بالسنوات القادمة للتخصيصات للمشروع لإنجازه بالتوقيتات المطلوبة. This is the platform for the piling driving works. مشروع ميناء الفاو شركة دايو حاليا عندها خمس مشاريع لميناء الفاو. مشروع الأرصفة هو أحد المشاريع الخمسة. مشروع الأرصفة الآن حاليا بدأ مرحلة طرق الركائز وتقدم بالعمل، وحاليا نسبة الإنجاز هي حسب المخطط الموجود إليه بالمشروع، ونتوقع أن ينتهي المشروع بنهاية سنة 2024. بالمؤتمر